وتكون انيقه في المستوى اللي يليق بالحداثه واللي يليق بالمعرض المعرض الدولي للفرس. الحمد لله هذه السنه قامت الجامعه بذاتها بالحضور لهذا المعرض هذا اللي هو في المستوى العالي، والحمد لله راه كما شفتوا السيارات انتم كتلاحظوا فالكثافه ديال المعرض كان طالب 30 سياره، لاننا اليوم كنتوفروا على 50 سياره اللي غتشارك في المعرض اللي هي حاضره، لان بعض السيارات خلينا مركونين حيت ما تتل يعني المكان ما غاديش يزاد العدد الكبير ديال السيارات، والحمد لله غادي تكون المشاركه كبيره. ومن هنا كنستعدوا منا كنشوفوا السيارات ديالنا وكنقوموا بالتجربه، وكذلك كنوجدوا استعدادات كبيره لعيد المسيره اللي غتكون انطلاقه من مدينه اكادير اللي غادي يكون ان شاء الله في الاقاليم الجنوبيه ان شاء الله الاسبوع المقبل. ديال المعرض الفرس الدولي المشاركه الجامعه الملكيه الدوره 12 معاهم، وكل عام كنشاركوا بواحد العدد ديال السيارات، وهذا العام اخترنا سيارات في المستوى عاوتاني ما احسن، والمشاركه ان شاء الله بحول الله غتكون في واحد المستوى عالي، والجامعه كتوجد ان شاء الله بحول الله من هذا الفرس الدولي غادي يمشيو ان شاء الله بحول الله للمسيره لمدينه مراكش واكادير، وغادي نديروا واحد الجوله كبيره ان شاء الله بحول الله. والمديمة المشاركه ديالنا حنا هي الاعياد الوطنيه وسميتها الاعياد الوطنيه والاحتفالات الملكيه. ما كاين لا دعم لا والو، كلشي من جيبنا الخاص، ما عندناش شي حاجه اللي كيعطينا شي حد ولا شي حاجه، كنديروا شي حاجه بيناتنا وصافي كنجمعوا واحد البركه وكنقضوا الغرض وصافي. ما كاينش شي حاجه اللي عطينا الدوله شي حاجه ولا شي حد، ولا حنا ما كنديروا لا اشهار، ما كنمشيو عند حد، ما كنشدوا دعم من عند شي حد ولا عند شركات باش يديروا لنا من اشهار ولا هذا، ما عندنا حتى شي حاجه نهائيا. حنا كنحتفلوا هذه الاعياد الوطنيه والمناسبات ديال عيد العرش، عيد الشباب، عيد الاستقلال فقط، وهذا الشيء ديال المسيره وهذا صافي، هذا الشيء اللي كنحتفلوا به. ما كنديروش حنا اشهار ولا شي حاجه باش غادي ناخذوا دعم، ما عندناش. Thank you.